مرحبا يا أصدقائي، أنا اسمي حسن. ما رأيكم أن نختبر معلوماتنا؟ سأطرح عليكم 8 أسئلة وعليكم أن تجيبوا على كل سؤال في مهلة قدرها 10 ثواني. هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا. السؤال الأول: من هو والد السيدة الزهراء عليها السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثاني: من هي أم السيدة الزهراء عليها السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال الثالث: من هو زوج السيدة الزهراء عليها السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد. السؤال الرابع: كم كان عمر السيدة الزهراء عند استشهادها؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الخامس: أين دفنت السيدة الزهراء عليها السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. السؤال السادس: ما اسم خادمة السيدة الزهراء عليها السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون. ما رأيكم يا أصدقائي أن نصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد. السؤال السابع: كم عدد الأئمة من ذرية السيدة الزهراء عليها السلام؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. السؤال الثامن: ما اسم التسبيح الذي نسبحه بعد الصلاة؟ الإجابة الصحيحة هي: أحسنتم يا أصدقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.